عارفش يعني انك ما لقيتي الجهاز؟ بخير رح ينشل، ما عاد عم بعرف فكر كيف هيك اختفى. يا الله كيف؟ وين راح؟ طب سألتي اللي معك بالغرفة؟ ما حدا منهم بيعرف، والله العظيم ما حدا بيعرف. أنا كتير خايف. يا الله يا يمنى، إذا الجهاز انكشف مين اللي كان مجربه، وخاصة النتيجة إيجابية، يعني فضيحة. والأنكى من هيك إنه بالمدينة الجامعية، يعني فضيحة مطنطنة. ضروري نعرف هو ضاع، هو حدا أخده، وصل لقيت حدا. أنا ما عاد فهمت شيء، ولا عرفانة بقى كيف بدي ساعدك. أنا بإيدي طبيته بالكيس وحطيته بالزبالة، ما عم بستوعب كيف اختفى. يا الله كيف؟ كتير خايفة، هي أكتر مرة بخاف في حياتي. طولي بالك، خلينا نفكر شو لازم نعمل. لك أنا شو حكيت يا سيف؟ لك أنا ما قلت لك برهوم ممنوع تنمس شعرة واحدة منه؟ ما فهمتك هالشي؟ ولك أنا ما قلت لك معك صلاحيات تاخذ العناصر اللي بدك إياها؟ سيدي الله وكيلك، أنا حاط 6 عناصر على باب غرفته، حتى لما يبدلوا مناوبتهم بيتموا 3 على الباب، وشددت الحراسة على باب المشفى وعلى باب الإسعاف وعلى كل المداخل. هات لشوف، احكي لي كيف صارت الحادثة؟ سيدي بوعدك بكشف لك الفاعل، في كاميرات مراقبة بالمشفى، وبس عرفنا مين افتعل التفجير بنكون وصلنا للي فجر السيارة على الحدود. ما راح أرحمك بالوقت يا سيف، تحرك بسرعة. احترامي سيدي. يا ريتني طالبة من الله شي طلب محرز. على عيني والله، انت اللي بتحرزي. لا والله، بس من الصبح عم بدعي، عم بقول يا رب يطلع بوشي شي حدا بعرفه، اخذ منه 200 ليره فراطه اجار السيرفيس، بلا ما اتخانق مع الشوفيريه من عند الصبح. هلا شوفي، انا معي 200 ليره، بس ما معي غيرها مقرعه، واذا بتكوني اختي اللي ضايعه من 20 سنه ولقيناها هلا ما راح اعطيك اياها. هلا عن جد اختك ضايعه مش 20 سنه؟ يا الله صدقت، امزح من هوف وانا صدقتي. كلياتنا بتضيع 1000 واحد، وقت الجد اذا بدنا نتسلى بنص ساعه بنعمل تفقد وبنخلص. وين طريقك؟ شبك يا بنت الناس، لا تفهميني غلط، عم اسالك وين طريقك بس، بركي طريقك على طريقي. لك مو هيك عم فكر، شو بكون انتو الشباب كانه رح نعملكم فوبيا من هالقصص؟ رح تعملوا؟ ما عملتوا وكترتوا. لا بس عم بقول لحالي، الجو كتير ظريف، وانا هلا عندي موعد بدار نشر معدتين، بدهم يبيضوا علي بالحكي وتوجيهات بلا طعمه، وبالاخر ما رح اعمل غير اللي براسي. فعم بقول لحالي، شو رايك اعزمك على فنجان قهوه؟ فهمت عليكي، حسابي ولا حسابك؟ لك عم بقول لك اعزمك، يعني عازمتك. عادي، يا ما عازم عالم وخير الله، بس حسابون. لا على حسابي اطمن، واكيد ما عندك شيء مهم. شو هالأكيد هاي؟ شو هالتنمر المهني والفوقية هاي؟